اهلا ومرحبا بكم في قناه انجلش لايف. في الجزء السابق قلنا حرف ال N لجوره حرف ال P هقلب N إلى M. قلت American Play و 7 Packets. كمان حرف ال N لو جي وراء حرف ال B هقلب N إلى M. شكل Open Book. Open Book هنطقها Open Book. Open Book حرف ال N وراء حرف ال B، وطبعا حرف ال B له صوت واحد ب، فهنطق حرف ال N كأنه حرف ال M. Open Book. Open Book. عندي كمان كلمة شكل green beans. green beans هنطقها ازاي؟ green beans. green beans. اخر حالة هقلب حرف ال N الى M لو جي وراء حرف ال M. حرف ال N هقلبه الى M لو جي وراء صوت م حرف ال M. عندي مثلا iron man تبقى iron man. iron man بقلب ال N الى M ويجي وراها كلمة تبدأ بحرف ال M، يبقى عندي اول كلمة فيها اخرها صوت M والكلمة اللي بعديها اول صوت M، يبقى عندي كده double M، يبقى هنطقها iron man. iron man بس طبعا هنطق الكلمتين بسرعة مع بعض، مش هينفع اقول iron man ولا iron man. iron man. iron man. كلمة open market. open market هنطقها ازاي؟ n جوره m، يبقى اقلب n الاولى الى m. open market. open market. في كلمة مهمة foreign minister. foreign minister هنطقها ازاي؟ very good. هنطقها foreign minister. foreign minister بس هنطق الكلمتين مع بعض سريعا. foreign minister. foreign minister. عندي مثلا كلمة ولتكن action play. action play not action play. action play. action تبقى action. action play. brown monkey the brown monkey. brown monkey. brown monkey. common mistakes. common اخرها n. mistakes تبدأ بn، يبقى common mistakes. common mistakes يبقى كده n يقلب الى m إذا جاء بعد حرف ال N P or B or M. وانتوا عارفين حرف الزد لنطق واحد فقط ز، هل يمكن ينطق غير الصوت ز؟ نعم ممكن لصوت شبيه. ايه هو الصوت الشبيه لز؟ اكيد ز. اذا ممكن اقلب زد الى كأنه حرف الاس. هقلب ز الى س امتى؟ اول حالة لو جي ورا حرف الزد حرف الاس، كما في please sit down. please sit down. الصوت please اخر صوت في الكلمة ز. please بعدها كلمة تبدأ بس. sit down. في الحالة دي صعب انطق ز وراها اس. في الحالة دي بنعمل assimilation دمج، هدمج الصوتين في بعض. هنشطب الصوت الاول، هنسقط الصوت ز وانطق س، فاصبحت please sit down. please sit اصبحت please sit. please sit down كأني مفيش الصوت ز. please sit down امتى؟ لما كلمة تنتهي بز وراها كلمة تبدأ س. كلمة beans stem. beans stem. beans اخرها صوت ز و stem اوله س، يبقى عندي ز وراس. في الحالة دي هعمل دروب للصوت ز وانطق س فقط، مش هقول beans stem، هقول pens stem. pens stem هعمل دروب للصوت ز. pens stem. pens stem. طيب لو عنده جملة مثلا her name is Sally. her name is Sally، يبقى عندي is وراها Sally. عندي z وراس
احنا بنطبق قواعد الصوتيات سواء في الكلمة الواحدة او كلمتين، سواء في كلمة او في جملة. يعني مش هتبقى her name is Sally، تبقى her name is Sally. her name is Sally هسقط صوت z في كلمة is. her name is Sally. تاني حالة، بنطق حرف الزد كأنه حرف الاس، بنطق الز كأنه س. إذا جاء بعد حرف الزد حرف P، إذا جاء بعد زد حرف P، كما في كلمة newspaper. newspaper هنطقها newspaper. newspaper هسقط صوت ز. newspaper newspaper. كلمة شكلها passes park، passes park، هتبقى passes park. passes park، بس طبعا قلنا هنطق كلمتين مع بعض، passes park لان يعني جمع pass passes، جاء بعدها كلمة تبدأ P. passes park passes park. نفرض في كلمة اسمها peas park. peas park هنطقها ازاي؟ peas park peas park. نيجي بقى عند حرف ال V وصوته V. ايه الصوت الشبيه ل V؟ اكيد very good، اكيد F، يعني حرف ال F. امتى هقلب صوت V الى F كأنه حرف ال F؟ امتى؟ اذا جاء بعد حرف ال V حرف ال T، إذا جاء بعد ال V حرف ال T، كما في have to have to، والفاست إنجليش have to، كما في have to، وكما في كلمة 12 trees. 12 trees هنطقها إزاي؟ هقلب ال V إلى F تبقى 12 trees. 12 trees، بس مش هينفع أقول 12 وأقف وأقول trees سريعاً. 12 trees 12 trees. طيب عندي كلمة أخرى مثلا five tanks. five tanks هنطقها إزاي؟ ممتاز. five tanks five tanks I have five tanks. كلمة شكل five pens. five pens five ends in v. pens start with p. يبقى عندي five أخرها v. v e طبعا بتكلم عن الصوتيات، الصوت مش الحرف. 5 اخر صوت بنطقه ف، و pens اول صوت بنطقه pens. في الحالة دي يصعب انطق v ثم بعدها p. هنعمل اقلاب للصوت الاول اللي هو 5 الصوت v، هقلبها لحرف شبيه بالصوت v. ايه الحرف الشبيه بالv؟ هو f، يعني كأن هقلب ال v الى f. اذا مش هقول 5 pens هقول 5 pens. 5 pence.